طيب اول حاجه احنا هنبتدي في توتوريال رقم واحد، تمام، بتاع شابتر اتنين. اوكي، فهنبتدي اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه الفرق بين البنك اللوز الكومباكتد. البنك زي ما قلنا، زي ما اخدته في المحاضره، البنك اللي هو في الحاله الطبيعيه. اللوز بعد ما عملت له اكزابيكيشن وعملت شلته من الارض، تمام. طيب الكومباكتد بعد ما حطيته، مثلا انا عايز اعمل ردم، عايز اردم حته ارض، فبعمل ايه؟ بعمل له كومباكتد. يعني ايه؟ بجيب حبه رمل او حبه تربه او خلط تربه، مثلا رمل على مش عارف ايه، على حجر صغير مش عارف ايه، واروح عامل له كومباكتد. اوكي، طيب جميل، يبقى انا عارف الفرق بين البنك واللوز والكومباكتد. طيب في واحد اهو هيخش. طيب في بعد كده في اخر شابتر اتنين في حاجه اسمها اللوز السبويل بانكس. سبويل بانكس دايما اللي هي بتبقى على شكل مثلث او على شكل اللي هو المخروط، دايما بتبقى في حاله اللوز. ليه بقى؟ لان هي اصلا كده كده بتبقى واخده شكل، فمعنى اللي هي واخده شكل، فمعنى اللي هي واخده شكل اللي هي في حاله لوز. اوكي، طيب اول حاجه، اول مثال هنشتغل عليه في الايرث موفينج ماتيريال اوبريشن، ازاي اعرف الجوب افشنسي بتاعت الايكويبمنت بتاعتي شغاله ازاي. هو قال لي هنا عايز اعرف، قال لي عايز اعرف البرفورمانس بتاع المكنه بتاعتي او بتاع الاكسفيجيتور او بتاع اي حاجه، تمام. معلش ممكن اللي داخل يقفل المايك بس، تمام، محدش يقلق من الغياب، بس انا حضرت شويه وفي اخر السكشن هحضر الباقي، مفيش مشكله. طيب انا دلوقتي قال لي انا عايز اعرف الجوب افشنسي بتاعت 50 مينت بير اور، حالتها عامله ازاي بالنسبه للايكويبمنت اللي عندي. انا عندي 50، طبعا هقسمها على 60 واضربها في 100% عشان يديني النسبه 83. طب ال 83% دي معناها ايه؟ لو دخلنا على تيبل 2.1 هتلاقي في الكتاب بيج 13، هتلاقي هو الجوب كونديشن اكسلنت، بس جود مانجمنت، خد بالك، لان هو هنا كام؟ 38. جميل يا شباب. فمعنى كده اللي هي اكسلنت، بس المانجمنت كونديشن كام؟ جود. ليه؟ لان هي ما وصلتش 84 من 100 او 84%، تمام. في حد كده عنده مشكله؟ نخش على المثال اللي بعديه، تمام. عايزين بقى ندخل الناس. طيب عايز اعرف دلوقتي، انا لو انا عندي تربه، انا عايز اعرف لو انا عندي مثلا تربه كده الشكل بتاعها، مش ساعات وانت مثلا ماشي كده بتلاقي الصبح كده تلاقي فيه شويه ندى على الارض، فالندى ده معناه المويستر كونتنت، يعني انا عايز اعرف كميه الميه في التربه قد ايه، تمام. فهو مثلا هنا في مثال مديني الويت بتاع جرافل، اوكي، 15 كيلو افتر وان اوفن دراينج، يعني بعد ما نشفته دراينج، يعني انا نشفته خلاص بقى 14.2. عايز احسب المويست كونتنت، سهله، هطرح ال 15، 15 دي اللي هي حاله التربه وهي فيها ميه، ناقص ال 14.2 على ال 14.2، تمام، هيطلع لي النسبه كام؟ 5.6. يبقى دي نسبه ايه؟ يبقى دي نسبه ايه؟ دي نسبه الميه في التربه. دي عامه اعتقد انت اخذتها في السويل، تمام. طيب في حد عنده اي مشكله؟ ده شويه يعني شويه امثله كده خفيفه. نخش على المثال المهم اللي بعد كده. ده مثال ثلاثه. برضه اللي داخل بيقول لك calculate the size of consumable spoil buyer resulting from the exification of 500 BCM. أول حاجة يعني إيه BCM؟ BCM اللي هي بانك كيوبيك متر. طيب يبقى BCM
cm بانك كيوبيك متر. اوكي CCM اللي هي compacted cubic meter. LCM معلش اللي داخل يقفل المايك. LCM اللي هي loose cubic meter. تمام؟ طيب. هو قال لي 500 BCM. قال لي conceal spoil pile. spoil pile زي ما قلنا دي بيبقى شكلها ايه؟ شكلها مخطوط. كده؟ وها طول وعرض وزاوية انجل. تمام؟ طب ايه المشكلة؟ هو مديني الاكسبكيشن 500 بي سي ام. احنا قلنا السبويل بانك او السبويل بانك عامة ايا كان ايا كان شكله بيبقى عامل ايه؟ بيبقى لوز. يعني انا لازم من الاخر ال 500 دي احولها للوز كيوبيك متر. تمام؟ طيب زي ما هنا اول حاجة حسب الفوليوم قسم ال 500 هنعرف اقسمها على ايه. طيب هو قال لي اكسبكتيشن اوف دراي كومن ايرث. تمام؟ طيب الكومن ايرث اهي. اوكي؟ وقال لي انا عايز احسب اول حاجه بخش على تيبل 2.5 بيج 18 عشان اجيب اللود فاكتور. ايه اللود فاكتور ده؟ عشان اقدر احول ال 500 دي من البنك لللوز. يبقى انا لازم احسب اللود فاكتور. طيب هتلاقي عندك ال اللود فاكتور 8/10. اوكي جميل. يبقى انا حسبت اول حاجه 8/10. تاني بوينت احسب الزاويه الانجل بتاعتي. اوكي ليه؟ هنعرف بعد كده واحنا بنكتب القانون تحت هنعرف ايه الفرق بين الار والفي والكلام ده. طيب عايز احسب الانجل اوف ريسبونس. دي الانجل اوف ريسبونس اللي هي بتاعت الشكل كده. بيبقى في زاويه هنا كده دي الزاويه اللي هي ار. هو بيقول لك كومن ايرث ودراي يعني الزاويه كام؟ 32 اهي. يبقى الزاويه 32. طيب جميل. عشان احول من البنك لللوز كيوبيك متر بعمل ايه؟ شباب اللي دخل ما يخرجش من البتاع عشان انا لازم بقعد اعمل له اكسبت كل مره كده. 23 كده كله حاضر. تمام؟ نكمل. يبقى انا عشان احول من البنك لللوز اعمل ايه؟ هقسم ال 500 بي سي ام على 8/10 هيحول لي لللوز. طبعا اللوز كيوبيك متر بيبقى الحجم بتاعه اكبر من البنك. ليه؟ لانه بينفش بيحصل له سويلنج. تمام؟ جميل. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي احسب. هو بيقول لي كالكوليت ذا سايز اوف كونسيال سبويل بايل. لما يقول لي السايز السايز ده اللي هو الدي والاتش. تمام؟ طيب الدي القانون طبعا موجود عندكم في الكتاب 7.64 على في على تي اون 10 ار والستور. انا عندي ده طبعا ده ثابت بس ده ثابت التحويل يعني. والفي عندي اللي هو باللوز يا شباب لوز كيوبيك متر. والار اللي هي الريسبونس اللي انا جبتها 32 هيطلع 19.7 متر. اوكي طيب الاتش دي على الاثنين 10 اور. طبعا انا عندي الدي اللي هي اللي انا جبتها 19.7 اوفر 2 في 10 32. تمام يدينا 6.50 15. تمام فما فيش اي مشكله. طب افرض لو قال لي تريانجل اللي هيفرق بس القانون واعتقد القانون انتم ما بتحفظوهوش. تمام هيبقى في هنا لو هو جاب لي تريانجل هيبقى عندي زاويه الريسبونس هيبقى عندي عندي هنا اعتقد هنا الدي هنا الاتش وهيبقى بس الفرق هيبقى في ال هنا بس. اوكي اللينس بس. تمام فالقوانين ما فيهاش اي حاجه لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله. نخش في المثال اللي هو المهم جدا. حته مهمه برضو تبقى عارفينها طبعا. الواحد متر مكعب من البنك بيدينا 1.25 لوز بيدينا 9.5 9 9 من 10 متر مكعب. طبعا ده منطقي لان انا لو البنك 1 متر مكعب اللوز هينفش هيحصل له سويلنج فاكتور سويلنج طبعا زي ما الدكتور شرح اكيد. تمام
طيب انما الكومباكتد بيحصل له شرينكج تمام، فبتلاقي الحجم بتاعه قل. طيب انما لا، انما لو انا وزن طبعا الوزن بتاعي بيقل 900، وهنا بتلاقي الكومباكتد لانه بيحصل له دمج بتلاقي الوزن بتاعه زياد 1100 تمام. نيجي عند اخر مثال واعتقد ده اهم مثال، قال لي عندي سويل ويت 2500 كيلو جرام. يا مهندس معلش عندي سؤال. نعم اتفضل. السلايد اللي قبل شوي كيف الوزن في حاله اللوس النقص مش مفروض انه يزود؟ لا ده انا هو استنى هجيب الصوره تاني. انت بتتكلم على الوزن ولا الحجم؟ لا الوزن. ما انا اقول لك حاجه، خد بالك هو بيثبت واحده وبيمشي الثانيه، يعني هو مثلا if the weight is fixed الواحد متر مكعب يدينا 1.25 متر مكعب يدينا 0.9 متر مكعب، هنا if the volume is fixed اللي هو الفوليوم اللي هو الحجم هتلاقي الوزن بتاعه بيقل، بس هو بيثبت حاجه. الكلام ده مش منطقي طبعا في الحقيقه لان الاثنين مرتبطين ببعض تمام. زين طيب نخش على اخر مثال. طيب السول ويت 2500 كيلو جرام بير كيوبيك متر لوس، خد بالك ده كيوبيك متر لوس، و 3100 كيلو جرام بير كيوبيك متر اتس ات ناتشرال ستيت يعني بانك، 3650 كيلو جرام بير كومباكت. بيقول لك فايند ذا سويل لود فاكتور، زي ما انت شايف اللود فاكتور يدينا اللوس على البنك، الويت باللوس على الويت بالبنك. طيب انا دلوقتي هقدر اقسم ال 2500 على ال 1100 هيديني 80.6 يعني 80.6%. طيب ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، خد بالك هو بيقول لك ذا فاين ذا لود فاكتور اند شرينج فاكتور، انا كده حسبت اللود فاكتور، ممكن احسبها بطريقه ثانيه، ممكن احسب نسبه السويلنج، السويلنج بيساوي البنك على اللوز ناقص 1%. القانون ده موجود في الكتاب اي ثينك بيج اعتقد 14 او 15. السويل اللي هيدينا 3100 على 2500 ناقص 1% يدينا 24%. طبعا 1 على 1 زائد 24% تمام هيطلع معايا برضو نفس النسبه 8/10. ايا كان القانون انا عن نفسي بحب القانون ده، اسرع لي اللي انا بحسب بيه اللي هو الويت بير لوز على الويت بير باك. اوكي طيب نحل الجزء بتاع الشرينك. الشرينكج العكس، يعني احنا كنا بنقسم كنا بنقسم اللوز على البنك، هنا العكس بنقسم البنك على الكومباكتد. احنا هنقسم البنك على الكومباكتد هيطلع لنا الشرينكج فاكتور على طول، او ممكن نحسب الشرينكج واحد ناقص الويت على البنك على الكومباكتد، وبعد كده الشرينكج فاكتور بيساوي واحد ناقص الشرينكج نسبه الشرينكج اللي هي ناقص 15 يدينا برضو 84.9. طيب راجع كده سريعا على اهم حاجات. اهم حاجات طبعا اللي انت لازم تبقى فاهم اللي سبويل بانكس دايما بتبقى في حاله اللوز، يعني ال سي ام لوز كيوبيك متر تمام. طيب حاجه كمان، انا عندي ثلاث حالات بانك ولوز وكومباكتد. البنك هي الحاله الاساسيه اللي هي في الناتشرال ستيت بتاعتها، اللوز دي بعد ما عملتها اكسفيجيشن جبت اكسفيجيتور وسحبت بيها فحصل للماتيريال نفسها حصل لها سويلنج انتفاش انتفشت او انتفخت، فالمفروض حجمها يزيد. اوكي طيب كومباكتد لو انا عندي واحد متر مكعب وعملت له كومباكتد المفروض حجمه هيحصل له ايه؟
هيقل. ليه؟ لان انا حطيته في حته قليله وابتديت كومباكت حبه، قعدت اضغط 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 عليه، كانك بتضغط الازازه الحجم بتاعها بيقل معاك. يبقى انا عندي كده ثلاث حالات، عندي اللي انا حسبت ازاي احسب ال، عندي ازاي حسبت اللود فاكتور، شرينكج فاكتور اهم حاجات طبعا من اهم الحاجات، سبويل بانكس ازاي نحسب الكونسيوال الكونسيوال سبويل بايب، سواء كانت فوليوم حسبت الفوليوم بتاعها لوز لان هو مدوني بي سي ام حولته لال سي ام، ايه تاني حسبت الدي والاتش لان هو بيقول لي السايز بيبقى عايز الدي والاتش. بس في حد عنده اي مشكله؟ طيب انا هكمل بس الغياب. مهندس عندي استفسار بس. تفضل يا سليمان. صح صحيح. الان المحاضره المفروض تكون يوم الاثنين ولا لا؟ المحاضره ولا المحاضره بتاعت التمارين؟ بص انا 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 عندي انا عندي انا عندي مشكله في المواعيد. هو الدكتور قال لي النهارده من 9 ل 10 ومن 11 ل 12 ومن 2 ل 3، فاهم قصدي؟ اي فاهم قصدك، بس انه بالجدول عندنا في الاساس انه عندنا التمارين يوم الاثنين، لكن ما ادري صراحه عن اتفاق بينك وبين الدكتور. يوم الاثنين الساعه كام؟ الساعه من نفس الوقت هذا 11 ل 12 بالضبط. طيب خلاص مش مشكلة، يبقى انا ممكن يكون عندي المشكلة انا، معلش انا اسف. مهندس السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء انا في البداية ما حضرت لاني كنت على البلاك بورد ولا اني في الجروب، واحد من الشباب ارسل لي الرابط وبلغني اني في اني على الزوم. تأخرت البداية. معلش عيد كده اللي قلته تاني. اقول في البداية انا ما كنت عارف ان المحاضر على الزوم. مفيش مشكلة مفيش مشكلة، لو الميعاد ده النهاردة صعب عليكم هنرجعه تاني ل 11 ل 12 يوم الاثنين، مفيش مشكلة. وعلى الغياب لا الوقت ما هو مشكلة، بس قصدي عشان لما ما ادري في البداية كان في تحضير ولا لا. انا لسه اول سيكشن والله، ما تقلقش ما تخافش انا ليكم كلكم، تخافوش من الغياب خافوش من الدرجات معايا، بس اهم حاجه احضر. واللي عنده استفسار لا مالك، واللي عايز عنده اي سؤال في المحاضره او في اي مساله مش عارف يحلها يبعت لي على الواتس او يكلمني في ميعاد السكشن عادي، مفيش مشكله تحت امر. الله يعطيك العافيه يا مهندس. تمام. بص الغياب اهو تمام. الغياب كلكم كانكم متحضرين، لان انا اعتقد المشكله كانت عندي المفروض السكشن يبقى يوم الاثنين، بس مش مشكله. يعطيك العافية دكتور. في محاضرة اليوم من الساعة 2 إلى 3. بس أنا عن نفسي عندي محاضرة من 1 إلى 3 مع في شعبة ثانية. إزاي بقى وأنت مسجل؟ ها؟ إزاي يعني أنت سكشنك الساعة 2 إلى 3، إزاي بقى عندك محاضرة من 1 إلى 3؟ لا دقيقة معليش. لا عندي واحد من واحدة لثنتين، معليش من واحدة لاثنين. دكتور الحماد صح؟ لا يا دكتور انا عندي من واحد، يا مهندس انا عندي من واحدة الى ثلاث في مادة ثانية. يعني انت المفروض معادك من اثنين لثلاثة، بس عايز تحضر دلوقتي. انا والله ارسلوا لي قالوا لي انه في يعني تيتوريال لان تبع الدكتور حماد، فحضرت. يعني اسمك ايه؟ ولا من الاساس مصعب. اسمك ايه؟ مصعب ايه؟ الجبرين موجود في الكشف. هو موجود في الكشف اللي قدامي ده اهو، ما انت متحضر اهو خلاص. انت اصلا معادك يوم الاثنين. اي انا معادي يوم الاثنين، بس يعني حضرت يعني للفائده. ما فيش مشكله عادي
تمام يعطيك العافية. ماشي يا شباب، في حد عنده اي مشكلة؟ انا برضو الناس اللي عايزين، انا برضو انا عامل ريكورد للميتنج ده وهنزله وارفعه لكم، بحيث اللي هو وانت بتذاكر عايز ترجع للسيكشن عايز تقراه تاني مفيش اي مشكلة. تمام، حد عنده اي استفسار؟ معلش انا لو سمحت. ايوه، التحضير متى الان ولا بدات؟ اهو التحضير انا محضر والله، هو الناس كلها اهو. اي خلاص شكرا. اه بص اهو، اصل انتوا 23 وانا 24 فهو كله محضر. الله يعطيك العافيه. ماشي، في حد عنده استفسار تاني يا مهندس؟ معذره مهندس، حاضر من 2 3 هذه وش هي؟ مش فاهم بقى. هو في بص انا عندي 3 توتوريال يوم ال 11 ل 12 تمام، دي تبع دكتور ابراهيم مال، ومن 2 ل 3 تبع دكتور عبد الله السكري، ومن 9 ل 10 تبع دكتور ابراهيم الحماد. يعني يوم الاثنين من 11 ل 12 تبع دكتور ابراهيم الحماد، ويوم الاربعاء عندي من 9 ل 10 دكتور ابراهيم الحماد، ومن 2 ل 3 تبع دكتور عبد الله السكري. فعلى حسب انت تبع انهي جروب. ايوه ايوه واضح واضح. بس في حد عنده استفسار ثاني؟ ما ادري مهندس، في امكانيه ترفع سلايد؟ هرفع السلايد بتاعه التوتوريال من عينيا الاثنين. احنا كده نعتبر شابتر 2، ناقص بس جزء بس هشرحه المره الجايه ونخش في شابتر 3 على طول. اوكي خلاص، يعطيك اللي متحضر خلاص ممكن يتفضل يمشي عادي، يعني مفيش مشكله. انا حتى هوقف الريكورد اهو.